صحاب شماخ جدي وبيغار من لون التلج يا مزيني بعقال وردي بيحاكي ورد المرج يا ملفحة بشماخ جدي بغار من لونه التلج يا مزيني بعجان وردي بحاكي ورد المرج وجنادي يحكي للزمن تاريخ أمجاد الوطن وجنادي يحكي للزمن تاريخ أمجاد الوطن يا ضيعي على دراجك خفت ستي من كتر الحكاية عن الحب والوفاء بساعات المسايا على دراجك خفت ستي من كتر الحكاية عن الحب والوفاء بساعات المسايا عن دبكة العشاق رقصات الصبايا عن دبكة العشاق رقصات الصبايا روحي بصمتك وصرخي لا تحملي ضيم ووجع قومي انهضي قومي فوق الوجع يا ملعب الفرسان انت الشمس انت الامل ببلاد الخوف والرمان ببلاد الخوف يا جماعة اجتماعنا اليوم حتى نتباحث ببرنامج استقبال المستشار لذلك حبيت تكون هالجلسة الجماعية لنتشاور ونتناقش في الموضوع بس نحن كبيرنا المختار واللي بيقول عليه المختار هو اللي لازم يمشي يطول عمرك يا أبو دياب نحن من بعدها شكرا خلينا نعرف من الأول إمتى بده يجي المستشار وكم واحد معه وين بدنا نعمل له الغداء لا انا برايي نعرف البرنامج اللي مرتبه الدكتور سطوف نحن ما بيهمنا البرامج بيهمنا نعرف امتى بده يوصل سعادته انا من رايي انه لازم نعرف مين بده يلقي كلمه الترحيب لك لاحقين على الترحيب يا ابو دياب لاحقين على الترحيب بدنا نفهم من اول بده ينام هو ولا بده يرجع دغري كلمه الترحيب ابني بده يلقيها انا بدي اقدم له بقى الورد وأنا عرفت الحفل يا جماعة يا جماعة بدنا نتفق بهالجلسة شو عنا طلبات نقدمها للمستشارية أنا من رأيي تكون الكلمة كلها مكتوبة خلينا بالأول نتفق على الغداء يا جماعة يا سيدي أنا من رأيي عشاء أحسن أنا من رأيي تبحثوا معه موضوع الأكشاك يلي بمدخل الضيعة شو رأيكم نطالب بمحلات مرخصة بدالها هلا خلونا نحكي بالطريق الجديد يلي مرع من نص ارضي وقسم ارضي للصين طيب ليش ما بنحكي برخصة المطعم الجديد اللي بدي افتحه انا وابني بهيج ليش ما بنحكي بموضوع النوار يلي مشرشحين المنطقة ومبهدلين سمعتها ومقللين هيبة بعض الناس لا تفتري على العالم يا ابو سطوف لا تفتري على العالم الله يرزق العالم نحن يا أبو بهيج طول عمرنا ضيعتنا مضرب المثل بالشرف والأخلاق هدول عم يفسدوا أهل المنطقة
هدول خرابين البيوت العامرة. كل عنزة معلقة مكرعوبة. لك شو بدنا بالعالم يا أبو سطوف؟ شو بدنا بالعالم؟ هدول النوار قاعدين بقوة القانون واشتروا أراضي وبدهم يعملوا كازينو عليها. أنا بدي أمنع الفساد يا ضيع. ما بيطلع لك تمنع حدا. أنا بدي فركس بيعة الأرض وعمر محل الكازينو مدرسة. يا سيدي أنا مالي ضد المدارس والتعليم، بس قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. يا بي ليش عم تدافع عن النوار؟ اترك الناس بحالها. شو يعني؟ بده يحكمنا أبو سطوف إذا كان مختار وابنه رئيس بلدية؟ لك هدول النوار عم يسلوا العالم ويبسطوهم. البلاد مقبلة على انفتاح سياحي يا جماعة. لك شبكهم؟ هلأ السياحة وقفت على النوار؟ يا جماعة بترجاكم، مو هذا موضوعنا ولا هذا القصد من الاجتماع. نحن اليوم مجتمعين حتى نتباحث بموضوع استقبال المستشار. لا، كل شيء لازم ينحكى بهالاجتماع، وغير هيك ما بقبل. تفضلي. الله يسلم الايدين. صحة وهرع. على قلبك. شو اختي ام بهيج؟ ان شاء الله رقتي. انا من طول عمري رايقة. بعرف والله ما في منك، بقصد من ناح اب بهيج. الله يخليكي، لا تجيبيني سيرته بلا ما يتعكر صباحي. هلأ سيرته صار تتعكل؟ ايه. بلاي الحردة ما طولت والرجعة قريبة. اطلع النبي وخذ الشنطة من ايدي اخي ابو بهيج. معلوم ما بتقدري على فرائي، فكرة حالك ولد صغير كل يوم التاني بدك تعرضي. ولك ما حدا بيحملك، اذا انا ما حملتك ما حدا بيحملك. سامعة اختي؟ سامعة للحكي اللي بيهز البدال؟ طولي بالك. صلي على النبي يا اخي ابو بهيج، ليش هالحكي هاد؟ بسلامة بيت اختها وبيت اهلها، والله منحطها بعيوننا. لك ليش رجعتيها؟ انا رجعت على بيتي ولعندي ولادي في امان. كنتي قولي هالحكي لحالك قبل ما تضبي شناديكي وتعملي حالك وتحردي. ولشو؟ لاني بكل العمر صرت سهرة بسط ونعنشي وغصب عني. هالحكي هلا كله ما عاد يفيد يا ابو بهيج، خذ الشنطه من ايدي، انخلعت ايدي. انا برجعها بس بشرط، وين ما بدي بروح، وين ما بدي بسهر، وامتى ما بدي برجع البيت، وقد ما بدي بصرف مصاري. ما حدا بحاسبني. اي حاجه بقى دخيلك، هالحكي سمعت منه كثير وهالمراجل. يلا لوين؟ رايح على السوق. روح اعمل لي الي ولاختي فنجانين قهوه على كيفك. وسط ولا حلوه؟ حلوه مثل حكايتك. تعال احمل شناتي. يلا تفضلي اختي. بلغني ايها الملك السعيد ذو الراي الرشيد انه كان في قديم الزمان وسالف العصر والاوان، كان في تاجر اسمه مسرور، والتاجر كان من احسن رجال عصره، كثير المال، مرفه الحال، يهوى التنزه بالرياض والبساتين، كما يهوى النساء الملاح والرياحين. يوم من ذات الأيام وقف قدام قصر من قصور الأغنياء، سمع من جوات القصر، سمع أنين من كبد حزين. يا لطيف. دخل لجوات القصر وإذ شاف جارية عم بتقول شعر لا أجمل ولا أحلى، وقرب مسرور لعندها أكتر، شاف صبية وشها كالقمر المنير والبدر المستدير. الله الله. تم كأنه خاتم سيدنا سليمان، وسنانها من الدر واللول والمرجان. السلام على أجمل من رأت عيني من النساء. وعليك السلام. ما الذي أقدمك على دار غير دارك وعلى جوار غير جوارك من غير إجازة أصحابها؟ يا روضة كملت بحسن صحبتها وحوت جميع الزهر والأفنان، فالبدر يجلى تحت ظل غصونها والطير تنشد أطيب الألحان. قمريها وهزارها ويمامها وكذا البلابل هيجت أشجاني، وقف الغرام بمهجتي متحيرا في حسنها كتحير البلبل النشوان. وبالحال أمرت زين المواصف جواريها جيبوا العشاء، وبلمح البصر حضر العشاء، وفيما لذ وطاب من أصناف الطعام،
من السمن والحمام ولحوم الضان. أكلوا هيك حتى شبعوا. التفتت زين المواصف لجاريته وقالت له ارفعوا العشاء. قالت له زين المواصف: يا مسرور، أنا كل ليلة بعد العشاء بحب ألعب شطرنج، بتحب تلعبني؟ قال له: أنا يا مولاتي مغرم بلعب الشطرنج مثل حكايتك. أمرت زين المواصف الجارية وقالت له: هاتي لي الشطرنج. حطوا الشطرنج بأرض الديار وبدأوا يلعبوا بضو القمر. أتريد الأحجار الحمر أم البيض؟ يا سيدة الملاح ويا زين الصباح، خذي أنت الأحمر لأنه ملاح ولمثلك أملح، ودعي لي الحجارة البيضاء. رضيت بذلك. ولما مدت زين المواصف إيدها لحتى تنقل الأحجار، اطلع بإيدها مسرور، شاف أصابع كأنها مصنوعة من لجين. اندهش بجمالها وحسن شمائلها. لا تندهش يا مسرور. يا ذات الحسن الذي فضح الأقمار، إذا نظرك المحب كيف يكون له اصطبار؟ الشاه مات يا مسرور، أنا لا ألعب معك إلا برهن معلوم وقدر مفهوم. ألاعبك على دكان العطارة. كم يساوي ذلك الدكان؟ 500 دينار، نلعب بها 5 أشواط. وإن خسرتها؟ ألعب معك على جواري وعقاراتي وبساتيني. قبلت، تفضل. ولعب معها مسرور على كل أملاكه، على بساتينه، على جواريه، على عقاراته، والمسكين خسر كل شيء. هل بقي معك شيء من المال تلعب به؟ وحق من أوقعني معك في شرك المحبة، ما بقيت يدي تملك شيئا من المال. يا مسرور، كل شيء يكون أوله رضا لا يكون آخره ندامة، فإن كنت قد ندمت فخذ مالك واذهب عنا إلى حال سبيلك، وأنا أجعلك في حل مني. وحق من قضى علينا بهذه الأمور، لو أردت أخذ روحي لكانت قليلة في رضاك. حسنا، اذهب وأحضر القاضي والشهود واكتب لي جميع أملاكك وعقاراتك حتى تثبت لي حبك ووفاك. حبا وكرامة. وأدرك شهرزاد الصباح وسكتت عن الكلام المباح. لا ابنك تكملنا الحكاية. لا عشان أخي الله خليه. شو الحكي ببلاش، بدنا كاسة شاي مبريقنا. لك تكرم عينك، وأنا بنفسي رح أقوم عاملكم الشاي. بس بشرط بتكملنا الحكاية ونحن عم نشرب الشاي. ها أكيد. ومعي انتو. تفضلوا. يلا ما زقفنا له. يا نهلة هاتي الصينية، تا تا صب الشاي ليكي وليا. الله يسلم عليك. صب أخي صب. على رأسي. شوف مسيو دهشان، ما بتاخد ولا شفة شاي قبل ما تكملنا الحكاية. على رأسي مفروض. والله يا أخي دهشان مو تركينك بنوم. صب أخي، ما راح بشرب. تفضل. جاهزين؟ يلا عم نسمع. يلا. قالت: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه لما زين المواصف أخذت الحجة من القاضي، التفتت هيك اطلعت بمسرور، لقته واقف عم يتطلع فيها مبهور. ما بك؟ أنسية سلبت عقلي بقامتها، إلا أن منها فؤاد يشبه الحجر. أطبعت نفسي وقلت اليوم أملكها، على الرهان لا خوفا ولا حذرا. لا زال يطمع قلبي في تواصلها حتى بقيت على الحالين مفتقرا. هل يرجع الصب عن عشق أضر به ولو غدا في بحار الوجد منحدرا؟ يا مسرور، دع عنك هذه الوساوس وارجع إلى عقلك وامضي إلى حال سبيلك، فقد أذهبت مالك في لعب الشطرنج ولم تحصل على غرضك مني، وليس لك وسيلة توصلك إلي. سيدتي، اطلبي أي شيء فإني أجيء به إليك وأضعه بين يديك. ما بقي معك شيء من مال؟ يا منتهى الآمال،
إن لم يبقى لدي شيء من مال تساعدني الرجال، إن لي أقارب وأصحاب ومهما طلبته يعطونني إياه. حسناً، أريد 4 نوافج من المسك، و4 أواق من الغالية، و4 أرطال من العنبر، و4000 دينار، و400 ثوب من الديباج الملوكي المزركش. فإن كنت يا مسرور تأتي بذلك الأمر، أبحت لك الوصال ونلت مني الأمان. هذا علي هين يا مخجلة الأقمار، عن إذنك. حبوب، يا حبوب. أمر مولات، أريدك أن تخرجي خلف مسرور لتري قدره بين الناس وتعلميني على الفور. أمر مولاتي. ومشيت الجارية حبوب ورا التاجر مسرور بدون ما يحس فيها. لحقته لحتى فاتوا بالسوق، طلعت عليه من بعيد، شافت المسكين كيف عم يترجى رفقاته، هذا يتمسخر عليه وهذا يتهكم فيه. تاري المسكين لما كان جيبته مليانة مصاري كانوا كل العالم أصحابه وأحبابه، لكن لما فضيت جيبته من المصاري ما حدا وقف جنبه. المسكين صدق عليه قول المثل، ما أكثر أصحابي لما كان كرمي دبس، وما أقل أصحابي لما كرمي يبس. هبوب، يا هبوب، كيف وجدت مسرورا يا هبوب؟ قد كان كبيرا عند الناس عندما كان يملك المال، ولكن عندما أصبح بلا مال أضحى صغيرا في عيون أصدقائه. والله ما فعلت ما فعلت إلا كي أجربه، وخفت إن بدلته حبه أن يشيع الأمر ويقتلني سيدك. والله يا سيدتي ما سهل علينا حاله وأخذ ماله. الرأي عندي أن ترسلي خلفه وتنعمي عليه ولا تدعيه يسأل أحدا من اللئام، فما أمر السؤال. هبوب، أعطني دواتا وقرطاسة. أمر مولاتي. يا سلام على الكلام، يا سلام. دنا الوصل يا مسرور، فابشر بلا مطل، إذا سود جنح الليل فلتأتي بالفعل، ولا تسأل الأنذال في المال يا فتى، فقد كنت في غفلة وقد رد لي عقلي، فمالك مردود عليك جميعه، وزدتك يا مسرور من فوقه وصلي، لأنك ذو صبر وفيك حلاوة على جور محبوب جفاك بلا عدل. هبوب، يا هبوب، هيا أرسليها في الحال. أمر مولاي. واخدت الجارية الرسالة من زين المواصف وراحت عطتها لمسرور. مسرور بمجرد ما قرى رسالة طار على أجنحة الريح وراح لعند محبوبته زين المواصف. يا مسرور، قد آن أوان اللقاء والتداني، فإن كنت لحبنا تعاني فأنشد لنا شعرا بديع المعاني. أسرت وفي قلبي لهيب تضرم، بحبل وصال في الفراق تصرم، وحب فتاة قد قلبي قدها، وقد سلبت عقلي بخد تنعم. لها الحاجب المقرون والطرف أحور، وثغر يحاكي البرق حين تبسم. وقفت لها شبه الأسير مهابة، وقلت سلام الله يا ساكن الحمى، فردت سلامي عند ذلك رغبة بلطف حديث مثل در تمضم. قد مال بي طرب من الأوتار، وصف الصبوح لنا لدى الأزهار، والحب يكشف عن فؤاد متيم، فبدا الهوى يهتك في الأستار. أنعم بصب أرق بحسن صفاته، كالشمس تجلى في يد الأقمار، في ليلة جاءت لنا بسرورها تمحو بصفو شائب الأكدار.
الله يا سلام. ايه وبعدين؟ وادرك شهرزاد الصباح وسكتت عن الكلام المباح. خلص. لا يا شهريار، الليلة ما في سكوت حتى تطلع الشمس ويغني البلبل الصداح. بالظاهر عجبتك الحكاية كتير يا زين المواصف. لك يا ريتك كنت مسرور لكون زين المواصف. الله. ونحن وين صفينا؟ اوعك تقلي هبوبها. والله وقت يا ست شهلة الجواري بيكونوا أحلى من أميراتهم. أحم أحم، شو هالتلطيش؟ الحقيقة الواحد بيحتار بيناتكم مين الأحلى ومين الأرق، مين زين المواصف ومين هو. يسعدنا تشريفكم بيعة التنور التي حرمت من الرعاية والاهتمام فترة طويلة، وإنه ليوم تاريخي سوف يسجل بأحرف من نور يوم وطأتم أنتم وصحبكم أرض ضيعتنا المعطاءة. حضرة المستشار، لن أطيل عليكم واسمح لي أن أقدم لكم حضرة رئيس البلدية الأستاذ سطوف، فليتفضل. سيدي المستشار، السادة الضيوف، لا يسعني بهذه المناسبة الكريمة إلا أن أتوجه بالشكر العميق لتشريفكم ورعايتكم لقريتنا التي تشكو منذ زمن من سوء البنية التحتية فيها،
وحرمانها من الرعاية الصحية والثقافية وشبكات الري والطرقات والكهرباء والهاتف والتنظيم العمراني والمنشآت السياحية. إن اهتمامكم بنا ووضع أحجار الأساس للعديد من المشاريع الصناعية والسياحية ما هو إلا دليل على حسن نواياكم ومحبتكم لهذه القرية وأهلها. وإيمانكم بشعبنا المعطاء القادر على مواكبة حركة الحضارة والتطور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلمة الآن لمختار ضيعتنا السيد أبو سطوف. حضرة المستشار، أيها الإخوة، بدي أحكي لكم كلمة من القلب. أنا ماني كاتب كلمة خطاب، بدي أحكي لكم كلمتين خفاف ظراف نضاف. يا سيدي المستشار، أنتوا مشكورين جداً اللي قدمتوه لضيعتنا، بس عدم المؤاخذة هذا ما بيكفي. بدنا منكم اولا تطلعوا لنا النور من ضيعتنا، لانه هالنور عم يفسد رجالنا وشبابنا ويمكن يلحقنا الدور. بدنا معهد صحي، وبدنا مستشفى، وبدنا معهد فندقي، وبدنا برادات من شان نخزن فيها مواسمنا من التفاح والفواكه، وبدنا مدرسة ثانوية لأنه ما عندنا غير إعدادي، وبدنا كمان ساتلايت لضيعتنا من شان نتنور ونعرف شو عم يصير حوالينا بهالعالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والكلمة الآن لحضرة المستشار. إنه لا يسعدني ويشرفني أن أقف الآن بينكم لأشكركم على حسن استقبالكم وحفاوتكم. إن ما قدمناه لضيعتكم لا يذكر بالنسبة لخططنا المستقبلية في تطوير الثقافة والسياحة والخدمات الاجتماعية والصحية في منطقتكم، وهذا واجبنا، هذا واجبنا تجاه شعب حي وفي مخلص وصادق. إن خطتنا تجاه منطقتكم تشمل الآتي: أولا، إنشاء مستشفى للخدمات الصحية، وتكون قادرة على استقبال سكان المنطقة وضيوفها. ثانيا،
إقامة مركز ثقافي ودار عرض سينمائي فيه لتساعد على نشر الوعي والثقافة الجماهيرية، وإقامة مسرح صيفي ليحقق المتعة والفائدة معا. ثالثا، زيادة عدد المصانع في المنطقة. رابعا، تحسين طرق المواصلات وتحسين البنية التحتية للخدمات. خامسا، إنشاء معاهد صحية لتخريج الممرضات، وإنشاء معاهد سياحية لتخريج الشباب والشابات لإدارة المطاعم والفنادق. سادسا، إنشاء شركات للسيارات السياحية كي تسهل الإقامة والتنقل بالنسبة للسواح في ربوع بلدنا الحبيب الجميل. وهذا كله يحتاج إلى دعمكم وتعاونكم ومساهمتكم مساهمة فعالة في التخطيط، ومساهمتكم المادية والمعنوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فليتفضل حضرة المستشار لقص الشريط الحريري لافتتاح دار البلدية. يا سيادة المستشار، اليوم الغداء عندي انت وضيوفك. لا يا ابو بهيج، لك شو هالخربطة هاي؟ متفقنا انه الغداء عندي انا، دابح خروفين. لا عندك ولا عنده، الغداء عندي انا دابح بارة. بس انا مختار وابني رئيس بلدية، وجحي اولى بلحم دوره. ونحن كمان من الوجهاء، وابني مغترب قد الدنيا وراح يتبرع بمستشفى للبلد. يا سيدي ابني تبرع وزف طريق المشروع السياحي، معناها تلغدى عنا. حضرة المستشار الله يخليك تتغدى عنا، والله امبارح ما نمنا واحنا عم نطبخ ونخبز. اي والله اكيد انت اخته لبهيج وموظفه بالاحوال المدنيه عنا، ما هي؟ نعم سيدي نعم. وبنتي زينه كمان موظفه عندكم بالبلديه. اصبح الغدا عندي. لا عندي. لا الغدا عندي. خلص يا جماعه بسيطه، نتغدى عند واحد ومنتعشى عند واحد، هلا الغدا عند أبهي. أصبح العشاء عندي. ونحن وين صفينا؟ ولا يهمك مختار، نشرب القهوة بين الغدا والعشاء عندك. فضلوا سيدي. شرفوا يا جماعة. شو هالمستشار هاد؟ مبصبصاتي. بس أكتر شي كان لافت نظره بهيجة. ايه انا شو بدي احكي لك، كان ايه اكلني بعيونه اكل. لك ان شاء الله ياكلني الي، المهم اللي وعد فيه نفسه. الهيئة ضيعتكم رح تنقلب فوقاني تحتاني وبسرعة. منشان هيك لازم نعجل مشروعنا. انا عندي اقتراح. شو هو؟ شو رأيكم كونوا مشروعنا كبير، نطرح المشروع مساهمة. كيف يعني؟ كلفة المشروع حق الارض نطرحها على الناس يساهموا فيها. فمثلا عندنا كلفة المشروع 200 مليون، منقسمهم على 400 سهم او 1000 سهم، اللي هو بيطلع معنا حق السهم. بهالحالة قد ما بده الواحد بيشتري أسهم وبيساهم وبيصير شريك بالمشروع. ويصير شريك، شو هالمشكلة؟ بنعمل مجلس إدارة من المساهمين ومنحط رئيس وهو بيقود العملية كلها. ايه وبركز فينا برا. مستحيل نصفه برا، اللي بيشتري أكبر عدد من الأسهم هو اللي بيكله الوزن الأكبر، وإلا ما بيطلع بالمجلس. شو رأيك أخي مدني؟ نطرحها بينا بعد التصويت. مبين عليك ديمقراطي. مو أحسن ما أكون ديكتاتوري؟ معناها هذا بيستدعي وجودنا هون بشكل دائم. لك تسلمي لقلبي، والله هذا الشيء من حسن حظنا. بس هذا بيتطلب كمان أنه يكون عنا مكتب رسمي نتواجد فيه من شان المكتتبين بالمشروع. طيب أنا عندي اقتراح، مناخد لكم غرفتين بأوتيل أم رسمي، واحدة بتناموا فيها والتانية بنعملها مكتب بشكل دائم.
بس بتقدروا تتركوا اوتيلكم بالبلسان؟ نقعد 3 ايام بالبلسانه و3 ايام هون، او نتناوب انا وماما اسبوع هي بتقعد هون واسبوع انا. لا حبيبتي ما بنقبل، يا انتوا التتين سوا يا اما فلا. فلا لك تكرم عينك، نحن التنتين سوا. الله يسلمه لاهله على الهشبوبيه، ما شاء الله حوله، نيالي بده تاخده على الاخلاق. شفتوا قديش متواضع؟ لك صار ياكل مزه بايده مثل ده. قال هيك الاصول، المزه ما بيتاكل من المعلقه. ولكن يا بي ايده انظف من المعلقه. انا من اول لقاء لي معه عرفته لها الانسان قديش ذكي والمعي ومتواضع وجدي. يا ابني في ناس بيعملوا قيمه للمناصب، وفي ناس المناصب بتعمل له قيمه. يا الله قديش لطيف ومرح، مع انه بالمستشاريه وقت بيجي بترن الابره بتسمعه رنتها كثير منظم، دوام للموظفين على الدقيقه، شو على الدقيقه؟ على الثانيه. وليش ما له متجوز لهلا؟ كان متجوز بس مسكينه مرته راحت بحادث سياره. وعنده من اولاد؟ لا ما لحقت، راحت عروس جديده يا حرام، ما كان صار له متزوجها سنه. طيب هو شو بده منك؟ هو طالع لما قال لك خليني اشوفك بالمستشاريه؟ ابصر. الأيام ما رح بحسبها من عمري. صدقني إنه أنا الثانية مبسوطة مثلك، وبتمنى لو القعدة تضلها شهر. طيب خليكم عنا بلا ما تسافروا. ما فينا، عنا شغل بالأوتيل. ليش ما عندكم مدير تاني بالأوتيل؟ عنا، بس رب العمل لما بيكون على رأس شغله شكل تاني. مظبوط، معك حق. نهلا بدي أسألك سؤال وبدي إياك تجاوبيني عليه بصراحة. تفضل. ليش ما تجوزتي لهلا؟ مع انك حلوه وصغيره ومتعلمه. انخطبت كثير بس انا ما بدي اتجوز. اوف، ليش بقى؟ عندي طموحات كبيره وبدي احققها. ايه بس الزواج ما بيوقف ضد طموحاتك. كيف لكان؟ زواج بيت واسره واطفال بدهم تفرغ. ايه وتفرغي شو علي؟ ليش الانسان بيشقى وبيتعب بهالحياه؟ مو مشان يكون له ولد يفرح فيه؟ انا ما بحب الاولاد. اوف، معقول؟ في إنسان بالدنيا ما بيحب الأطفال؟ بحبهم بس ما بحب يكونوا إلي. الأولاد مسؤولية كبيرة أنا بخاف منه. أنت قلي ليه ما إجاك أولاد مع أنك تجوزت عدة مرات؟ أنا الله ما طعمني. منك ولا منه؟ لا طبعا مني، لكن يعني بعد العملية لسه ما جربت. وناوي تجربها وتعيدها؟ طبعا، في احلى من انه يكون لي ولد حبه اكثر من حالي، يكون ما عنده امل غيري، حس انه هو انا بس على صغير. مشان الله يخليك ما بقى تلعب لي بعقلاتي، رح تغير لي فكري. لك مشان الله غيري فكرك من شاني. وينك نهلا؟ بعد ساعتين انا منوبتي بالحراسه، اذا قلقتي وما اجاك نوم اطلعي ونكمل حديثنا، ماشي؟ اوكي. معقول؟ هذا اللي صار. مدام شهلة بدي أسألك سؤال، بتجاوبين عليه بصراحة؟ معلوم. ليش لهلا ما تجوزتي بعد المرحوم؟ أنا متجوزة الأوتيل. بس الأوتيل ما بيجيب أولاد. بس بيجيب مصاري، والمصاري هي أهم شي بهالدنيا. وإنتي حياتك شو بني؟ عايشة مبسوطة والحمد لله، عندي بنت الله يخلي لي إياها بتسوى مليون صبي، هي بنت وهي رجال. بس بعدك صبية واللي قدك لسه ما تجوزوا، ما حدا تقدم لك؟ كتير، بس أنا ما عجبني ولا واحد. ليش؟ كانوا كلهم راكدين وراي من شان هالأوتيل، يعني أصحاب مشاريع كبيرة وشباب مثل الوردة، بس أنا ما قبل. صحيح أنا مقدم مقام، بس يعني إذا وقف الشريط غيره؟ لا أنا بدي فوت نام، بكرة بدنا نرجع على البلساني. مدام شهلة أنا بعد شوي بتبلش نوبة حراستي، إذا قلقتي وحسنتي تنامي طلعي بتكمل حريستنا. نهلة
يلا تصبحوا على خير. انتم من اهله. وانتم من اهله. اخي مدني من وقتي بعد ساعتين، لا تنسى تفيقني. على راسي. ليش مشتهي يكون ابن دياب هون ويتعرف على المستشار. شفت شو أكابر يا بي؟ قديش مر على منطقتنا مستشارين، شفنا المعجرفين واللي رافعين مناخيرهم لفوق واللي مشي وراه 10 حراس وعشر سيارات حماية، لكن مثل هالمستشار ما شافت عين. وليش الشرطة وليش الحراس والحماية؟ يلي بيمشي بنور الله لا بده شرطة ولا بده حراس ولا بده حماية. والله يا أمي أولاد الحرام كتار. الله يبعد عنا أولاد الحرام. والله باين عليه آدمي وابن حلال. تصور يا أمي بضل باب مكتبه مفتوح طول النهار وبيقوله لرئيس مكتبه مين ما أجل عندي ما بترده من الصغير للكبير. إيها هيك المسؤول الفهمان بيساوي. المستشار اللي قبله كان بدنا 2 شهر لنقدم طلب لنقابله وبدنا 2 شهر ليرد لنا الجواب يا إيه يا لا، والأغلب بيحيننا على سكرتيره. لا يا بي هذا غير شكل. وليش بعده عزابي لهلا؟ والله ما بعرف يا أمي. شفتيه على العشاء؟ ما قام عيونه عنك يا زينة. أكيد مبسوط لأني موظفة عنده والكل بيحلف بحياتي. زينة يا ترى شو بده منك لما قال لك هو طالع مري بكرة على مكتبي؟ أبصر شو بده ما بعرف. مساء الخيرات. يا مساء الخيرات. شو الظاهرة قلقتي وما حسنتي تنامي؟ ايه والله غفت عيني شوي قمت شفت حلم مزعج فقت وما عاد اجاني نوم. تشربي شاي؟ لا دخيلك بخاف اقلق بزيادة. ايه معلش اقلقي شو عليه؟ بتسليني بنوبة حراستي. كنتي عم تفكري مشروعنا؟ بجوز كنت عم فكر كيف بدنا نعمل عنه اعلان بالصحافة وبالإذاعة وبالتلفزيون، وعم فكر نعمل مكتب لاستقبال المكتتبين هون وبالبيلساني. هاي أفكار كتير حلوة بس خليها لنهار. ليش الواحد بإيده بيضل بيهدوس؟ بس اللي بيهدوس بيكون بحب. أنا ما في حب حدا. ليش؟ أنا بحب أمي وبس. بس؟ وبي الله يرحمه. الله يرحمه. بس معقول صبية حلوة مثل حكايتك وغنية وتكون ما بتحب؟ معقول. ليش مو معقول؟ يعني ما حدا تقدم لك؟ تقدموا لي كتار شعراء وكتاب وصحفية ونجوم تلفزيون. ايه؟ رفضتهم كلهم. ليش؟ حتى ما يبعدوني عن امي. طيب اذا تقدم عريس لامك وعريس الك بوقت واحد بتوافقي؟ كيف يعني؟ ما فهمت. يعني إذا 2 أخوات واحد تقدم لأمك واحد تقدم لك، يعني بنفس الوقت أنتوا 2 بتضلوا مع بعض، لا بتبعد عن أمك ولا أمك بتبعد عنك. شو الزواج هيك؟ كومبين؟ في توافق اجتماعي، توافق مادي، توافق ثقافي، في حب، في مشاعر، كله موجود والحمد لله. مين بتقصد؟ أنت وخياك؟ مثلا يعني مثلا فكري بالموضوع. أنا عندي أراضي وعندي شاحنة ولساتني شاب بأول عمري، وبكرة رح صير عضو بمجلس إدارة المشروع اللي رح نساويه مع بعضنا، وبكرة بتعلم فرنساوي، بتعلميني أنت، وبصير هذا اللي قلتي لي عنه شو اسمه؟ توافق. توافق. مساء الخير. مساء النور. لك يا عمي إلهاء الحارس عن مهماته ممنوع، اتركوا الحارس بهمه. عم سليب خاف تغفل عيونه.
هي قومي فوتي نامي عند امك، انا بسليك. اوكي. تصبحوا على خير. انت من اهله. انت من اهله. وانت الثاني قوم نام. لسه ما خلصت نوم. ايه قوم نام، قوم قوم. الله معك. والله يا ابني جيت المستشار لعنا اليوم، مالي مرتاح للنوب. ليش يا بيي؟ شو ليش؟ انت رئيس بلدية ودكتور، وانا مختار ابدا عن جد، ما يرضى يقعد عنا اكثر من دقيقتين. قلب فنجان القهوة المرة قدام الباب ومشي. الله يعينه يا رجال، تكون مليون بطيخة براسه. مليون بطيخة وبيتعشى وبيسهر ببيت ابو دياب، وضحكن بيصل لضيعة التنورة. انت اكبر قدر. على كل حال كتر خيره يلي شرفنا وشرب قهوتنا. لا، الله لا يكتر خيره على جي. ببيت ابو بهيج عاد 3 ساعات، ببيت ابو دياب عاد 4 ساعات، وعنا بيقعد دقيقتين. اجو نحنا رح ناكله؟ يعني لو عنا طلبات خاصة وبدنا نقدم له اياها كنا قلنا فيها وما فيها. ايه نحنا بس كنا بدنا نتبارك فيه، بدنا نرفع راسنا قدام اهل الضيعة. شو وشنا من وش العالم بكرة؟ انه شو شرب القهوة على الواقف قدام الباب ومشي. هالموضوع اتركوا علي، انا بجاوب العالم. بعدين شفت بالحفلة شلون عيونه صارت تبرزق على بهيجة؟ بهيجة وبس. وزينة ايه ما شال عيونه عنا. وانت كمان لو ما تكون صلاحيتك خالصة وقطع 50 ابصر شو كان صار. بشماخ جدي وبيغار من لون التلج، يا مزيني بعقال وردي بيحاكي ورد المرج، يا ملفحة بشماخ جدي وبيغار من لون التلج، يا مزيني بعقال وردي بيحاكي ورد المرج. وجناد يحكي للزمن تاريخ أمجاد الوطن، وجناد يحكي على دراجي خفت ستي من كتر الحكاية عن الحب والوفاء بساعات المسايا، على دراجي خفت ستي من كتر الحكاية عن الحب والوفاء بساعات المسايا، عن دبكة العشاق